فلفظ الدنيا ورد في القرآن الكريم في 115 موضعا، 115 موضع ورد لفظ الدنيا في كتاب الله سبحانه وتعالى، وورد هذا اللفظ مضافا إلى 5 أوصاف، فقد أضيف إلى وصف متاع في 8 مواضع، منها في قول الله سبحانه وتعالى ذلك متاع الحياة الدنيا، وأضيف إلى وصف العرض في 3 مواضع، منها في قول الله سبحانه وتعالى تبتغون عرض الحياة الدنيا، والعرض يعني متاع الدنيا قل أو كثر، وأضيف إلى وصف الزينة في موضعين، أحدهما في قول الله سبحانه وتعالى تريد زينة الحياة الدنيا، وثاني هذه المواضع في قول الله عز وجل في سورة الكهف المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وأضيف إلى لفظ الزهرة في موضع واحد في قول الله سبحانه وتعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، وأضيف إلى لفظ الحرث في موضع واحد وذلك في قول الله سبحانه وتعالى من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. وهذه الأوصاف الخمسة التي أضيف إليها لفظ الدنيا تدور حول معنى واحد، وهو ما أودعه الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا من مغريات ومسرات ومفاتن ابتلاء للعباد واختبارا لهم ليستبين الصالح من الطالح ويتضح أمر طالب الآخرة من طالب الدنيا. واستقراء المواضع التي ورد فيها لفظ الدنيا في القرآن الكريم يرشد إلى أن هذا اللفظ جاء في سياقات ثلاثة، أولى هذه الأمور التحذير من الدنيا، وثانيها تفضيل الآخرة على الدنيا، وثالثها الأخذ بنصيب من الدنيا مع جعل الآخرة هي المقصد الأهم والأول. أما السياق الأول وهو سياق التحذير من الدنيا نستطيع أن نلخصه في قول الله سبحانه وتعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، فالمتأمل في حديث القرآن الكريم عن الدنيا يجد أن القرآن قد تضمن عددا من الآيات تبلغ نحو من 25 آية تحذر العباد من مغريات الدنيا وتصف الدنيا بأنها متاع الغرور، فهي ليست أكثر من متاع يستخدمه الإنسان في هذه الحياة إلى أن يصل إلى دار القرار. ونقرأ بداية قول الله سبحانه وتعالى في وصف هذه الحياة الدنيا وحقيقتها واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا، هذه الآية في سورة الكهف. فالحياة في حقيقتها بحسب هذا المثل القرآني أشبه بالدورة الزراعية تبدأ بقطرات من الماء ثم تنتهي بالهشيم من الزرع تطير به الرياح فتذروه هنا وهناك كأن لم يكن شيئا مذكورا. والقرآن في شأن الدنيا يقرر بكل وضوح وقوة وصراحة قصر هذه الحياة وتفاهتها وتضاؤلها في جنب الحياة الآخرة التي يعتبرها القرآن الحياة الحقيقية، فيقول الله سبحانه وتعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالدنيا بمباهجها ومفاتنها تبدو حلوة خضرة جميلة كالنبات الأخضر لكن سرعان ما تغدو حطاما لا قيمة لها ولا وزن كحال الزرع حين يذبل ويصفر. وقد وصف الله سبحانه وتعالى الحياة الدنيا في أكثر من موضع بأنها متاع الغرور، متاع الغرور لأنها تغر العباد بالمغريات وتغرر بهم إلى طريق الفتن والشهوات، قال سبحانه وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وبين الله عز وجل موقف الناس من الدنيا بأنهم يفرحون بها مع أن حقيقتها لا تستدعي هذا الفرح، كونها مجرد متاع سرعان ما يفنى ويبلى ما يستدعي عدم التعلق بها والأخذ بالحذر والتيقظ منها، قال سبحانه وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع.
وحذر سبحانه عباده من الانجرار وراء مفاتن الدنيا الزائفة والانكباب على زخارفها الفانية. يقول سبحانه وتعالى في هذا الصدد: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يقصون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. والمراد هنا أن من كان طالبا لمنافع الحياة ولاهثا وراء زينتها فإن الله يمد له في ذلك ويعطيه إياها استدراجا له، ثم تكون عاقبته الخسران المبين في الآخرة. ويحذرنا القرآن أو يحذر القرآن الناس عموما والمؤمنين خصوصا من مغبات هذه الدار الفانية. قال عز وجل: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إذ إن من طبيعة هذه الدار أن تغر من فيها بمتاعها وشهواتها وملذاتها، ومن طبيعة النفس الإنسانية الضعيفة الميل لهذه الأمور والتشوف إلى الأخذ منها. ويذم القرآن من يؤثر الدنيا الفانية العارضة على الآخرة الباقية الخالدة. يقول عز وجل: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ويخبر عز وجل عن مصير الطغاة الذين آثروا الحياة الدنيا عن الآخرة، فيقول عز وجل: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. ووصف سبحانه السواد الأعظم من عباده بأنهم يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة، فقال عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا. ومن ثم يقرر القرآن حقيقة الدنيا بأنها لا تعدو كونها مقرا مؤقتا للعمل ودارا للابتلاء والاختبار لتمييز الصالح من الطالح والطيب من الخبيث. يقول سبحانه في تقرير هذا المعنى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أما السياق الثاني الذي ورد فيه لفظ الدنيا في القرآن الكريم فيفيد تفضيل الآخرة على الدنيا، ونستطيع أن نلخصه في قول الله سبحانه وتعالى: والآخرة خير وأبقى. فلم يكتف القرآن ببيان حقيقة الدنيا والتحذير منها، بل قرر الوجهة الأساس التي ينبغي على المسلم أن يجعلها نصب عينه، وهي الدار الآخرة. فمن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. فلا ينبغي للعاقل الفطن الذكي أن يقدم ما يفنى على ما يبقى. نقرأ بهذا الخصوص عددا من آيات القرآن الكريم التي تؤكد هذا المعنى، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون وقال عز وجل: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. يعني علينا أن نكون عقلاء أذكياء ونعلم أن الآخرة خير وأبقى، أفلا تعقلون. وقال عز وجل: الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة هؤلاء في ضلال بعيد. أما السياق الثالث فيرشدنا فيه الله سبحانه وتعالى إلى الأخذ بنصيب من الدنيا مع جعل الآخرة هي المقصد الأهم والأول، ونستطيع أن نلخصه في قول الله سبحانه وتعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا. فتحذير القرآن من الدنيا وترغيب القرآن في الآخرة لا ينبغي أن يفهم منه أن المسلم عليه أن يقف من الحياة الدنيا موقفا سلبيا جملة وتفصيلا، أو يترك الحياة الدنيا بالكلية. فليس هذا الفهم مرادا للقرآن بل إن الموقف المتوازن من الدنيا أن يقف المسلم منها موقفا متزنا، بحيث يجعل هذه الدنيا في يديه
لا في قلبه، فيأخذ منها ما يخدم دينه وآخرته، ويعرض عنها في كل ما يعود بالضرر عليه دنيا وأخرى. بهذا هو المنهج الصحيح في نظرة المسلم للحياة الدنيا. نعيد هذا المنهج مرة أخرى، إن هذه لأن هذا المنهج أو هذه النظرة إلى حقيقة الدنيا هي نظرة مهمة بالنسبة للمسلم. نقول الأخذ بنصيب من الدنيا مع جعل الآخرة هي المقصد الأهم والأول، فلا ينبغي أن يفهم المسلم أن يقف من الحياة الدنيا موقفا سلبيا جملة وتفصيلا، فليس هذا الفهم مرادا للقرآن، بل إن الموقف المتوازن من الدنيا أن يقف المسلم من الدنيا موقفا متزنا، بحيث يجعل هذه الدنيا في يديه لا في قلبه، فيأخذ منها ما يخدم دينه وآخرته، ويعرض عنها في كل ما يعود بالضرر عليه دنيا وأخرى. وهذا هو المساق الثالث الذي وردت فيه آيات تدل على هذا المعنى. فالقرآن الكريم يثني على من يجمع بين أمري الدنيا والآخرة، فيقول الله سبحانه وتعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. يبقى جمع الله سبحانه وتعالى بين ليه؟ بين حسنة الدنيا وحسنة الآخرة. ويقول الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه موسى: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة. ويمدح سبحانه خليله إبراهيم فيقول: وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ويرشدنا القرآن إلى الاقتصاد في طلب الدنيا والأخذ منها بقدر. يقول سبحانه وتعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وبين سبحانه أن طيبات الدنيا إذا أخذت باعتدال أمر لا حرج فيه، أما الحرج كل الحرج إنما يكون بالإفراط في الأخذ من طيباتها وتجاوز ذلك إلى حد الوقوع في محرماتها. قال سبحانه: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وذم سبحانه الذين يحرمون ما أحل الله لعباده من الطيبات، وذلك قوله سبحانه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ومما يرشد إلى اهتمام القرآن بأمر الدنيا أنه سبحانه جعل من جملة غاية وجود الإنسان في هذه الدنيا إعمارها بكل ما هو نافع. قال سبحانه: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وبما تقدم يتضح لنا موقف القرآن من الحياة الدنيا، وهذا هو موقف المسلم الذي ينبغي عليه أن يحدده أمام عينيه، موقف لا يقدم الدنيا بإطلاق وينكر أمر الآخرة، ولا يقدم الآخرة بإطلاق ويلعن الدنيا وما فيها من طيبات وخيرات، بل يأخذ من الدنيا للآخرة، ويجعل الدنيا وسيلة للآخرة، ويجعل الآخرة عاقبة لأعمال الدنيا. يعني نستطيع أن نلخص هذا الكلام في قولنا أن الدنيا هي معبر للآخرة، وهذا واضح في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل.